هاي بنات، اليوم الفيديو راح يكون الجزء الثاني من مشترياتي من سفارة. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون المشاركة بقناتي وعمل لايك وشير لفيديواتي حتى يوصلكم كل شيء جديد. أول شيء هو هذا الفاونديشن من جورجو أرماني، باور فابريك فاونديشن. هذه هي المرة الأولى اللي دا أشتري بها هذا الفاونديشن، بس قريت هواية ريفيوات وشفت هواية فيديوهات يقولون كل جزين للبشرة الدهنية، فاشتريته حتى أشوف شلون راح يكون على بشرتي. الفاونديشن الأخير اللي اشتريته هو من ديور اير فلاش فاونديشن. طبعا هذا الفاونديشن كل ما يكون أكو هذا التخفيض مال 20% اشتري منه، حتى لو عندي واحد الأخ، لأنه يعجبني كلش هواية ويخليها بشرتي كلش حلوة، ومو هواية يكون على البشرة، يعني من تخلينا ما يبين انه حاطة هواية فاونديشن. طبعا والشي الأخ اللي من يكون اكو هم تخفيض مالت 20% من سفورة دائما اشتري منه، لانه كلش يعجبني، هو من بابي براون فيتامين انريتشد فيس بيست. طبعا هذا الكريم كلش يعجبني، ينعم بشرتي ويرطبها، وبيه فتريحة كلش طيبة وكلش يعجبني. طبعا واخذت من ستيلا هذولا الليكويد اي شادو، اول مرة دا اشتري منهم، راح اشوف انه شلون راح يكونون على العين. ما اخذت الاحجام الكبيرة لانه حقيقة شفت انه ما احتاج هواية، وراح اسوي عليهم ريفيو. ما تحتاجين هواية من هذا الاي شادو او الليكويد اي شادو اللماعي، مو مثل الاي شادو اللخة، هذا شوية بس تخلين منه راح اشوف اذا راح يكون زين او لا. ومن كلينيك اخذت هذولا الوصل، او الوصل اللي تزيل المكياج، تيك ذا داي اوف. طبعا هذولا للوجه وللعيون، هاي اول مرة دا اشتري منهم، فردت اجربهم حتى اشوف راح يرهمون على بشرتي لو لا. الشي الاخ اللي هو من هدى بيوتي، هذه البالت Desert Dusk Eyeshadow Palette. طبعا هذه البالت كلش فرحانة انه اشتريتها، الالوان مالتها تخبل، اني كلش تعجبني هذه الالوان، وانتظروني راح اسوي ريفيو على هذه البالت عن قريب. واخذت هذه البالت من مارك جيكوبز اللي هي About Last Night، وهذه هي الالوان مالتها. طبعا هذه البالت كانت طالعة السنة الفاتت هما فترة الأعياد، ردت أشتريها بس حتى ويا 20% تخفيض شفت إنه راح تطلع هم غالية فما اشتريتها. ورا ما شالوها وخلصت من موقع سفورة اتفرجت هواية فيديوهات عليها وعلى اللوكات الحلوة اللي دي يسوون منها، وكلش يعني عجبتني الألوان اللي بيها، وخصوصا هذا اللون الأصفر اللي هنا اللي هو لون ذهبي كلش حلو. طبعا كلش تندمت انه ما اشتريتها، بس هسه ويا هذا التخفيض بهذه السنة مال 20% تخفيض كانوا منزليها. فشنو الشي اللي سويته؟ طبعا طلبت من زوجي انه يشتريها الي، قلت له تشتريها الي بمناسبة عيد الحب، عيد زواجنا، عيد ميلادي، اي عيد انت تختاره، بس المهم انه اريد هذه البالت لانه الوانها كلش عجبتني، وسنة الفاتت كلش تندمت انه ما اشتريتها. فطبعا اشتراها الي، وراح ادور على اي شادو تكون مثلها، بس يعني نفس التركيبة تكون او بديلة عن هذه البالت، بس بسعر ارخص لانه 99 دولار كلش هواية على هذه الاي شادو باليت. وهم انا من مارك جيكوب اخذت هذه الباليت اللي هي ذا وايلد ون، هذه مال هذه السنه. هم انا زوجي اشتراها الي، قال لي اخذها من هسه حتى ما تجين ورا سنه تقولي لي انه تندمت انه ما اخذتها. فاذا تريدون او حابين اسوي لكم ريفيو عليهم اثنيناتهم او مقارنه بيناتهم، ونفس الشيء ويا هذه الباليت راح ادور على الوان مثلها تكون نفس التركيبة تقريبا بس بسعر يكون أرخص. طبعا آخر شيء أخذته هو هذه السيتات مالت سفورة، سفورة فيفورت. طبعا كل مرة سفورة يكون عندهم مثل هذه السيتات،
يخلون منتجات مال الشعر، مال البشرة، مال المكياج. هذه النماذج هي أحجام صغيرة، يعني أنا يعجبني أشتريها أو أخذ هذه الأحجام الصغيرة قبل ما أشتري الأحجام الكبيرة. أجربها، أخذت هذول 2 للشعر، أجربهم هذول المنتجات وأشوف إذا راح يرهمون على شعري أو لا قبل ما أتورط وأشتري الحجم الكبير. وهذا الزيت الداخلي هو للبشرة، طبعا بيه هواية كريمات وهواية شغلات حلوة، راح أجربها وأشوف إذا راح ترهم البشرتي حتى أقدر أشتري الحجم الكبير. أتمنى أنه هذا الفيديو عجبكم، وانتظروني فيديوهات جديدة. باي.